بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، الله يعطيكم العافية يا ربي. معكم الدكتور عبد الكريم التمريض. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هلا لا، في عندك فرق. أحسن confident الثقة بالذات، trust الثقة بالحوالي، الثقة بالحوالي. فهذه كل واحد فيهم من دخل الثاني، وهذه كمان هذه من المهارات اللي حتتعلموها في مادة التواصل. إنه أنت أصلاً كيف بتبني تراست في الناس؟ هو بيعطيك إشارة قبل المعجمة. بس أنا كيف بدي أعرف محمد؟ أداء. كيف بدي أعرف؟ أداء. هي أداء في محمد. ماشي، عرفت. نعمل له أس. أعطيك رؤية كيف بتصير مع المريض؟ كيف المريض بثق فيك؟ بقول لك حسب أداء الدور. ممكن تكون أنت أحسن واحد تركب كاملة بس ممكن يكون واحد مع المريض عموما. عشان هيك احنا نعلم في الكوميونيكيشن، نعلم في الكوميونيكيشن باور اوف سمايل، بس الابتسامه. عشان هيك الحديث تبسمك في وجه اخيك. الابتسامه ايش الاشاره اللي انا بعطيكم اياها لما انا اتبسم؟ انا واثق من عملي. لا انا لسه لاول مره. انت بتتعاملي مع واحد لاول مره، إذا أنت ابتسمتي ما هي الإشارة النن فيربال ريسبونس اللي أعطيتها للطرف الثاني؟ إشارة؟ إني ما أجد الإشارة طمن له إنه أنت خطر. نو هارم، إنه أنت مش خطر. ماشي؟ بس إنه نو هارم. كونه أنا أعطيت نو هارم، اللي الطرف الثاني في المقابل شو بيعطيك عليهم؟ كريدت. لا ما بيعطيك كريدت، بيعطيك رصيد. هذا الرصيد راح يعطيك ثقة. لسه ما وصل. بس لايش وصلك؟ يعني شيء كويس. البداية هذه لايش بتعطي؟ ايش بتوصلني؟ انه خلاني اقبل او ارضى اسمعه. يعني شكله خلينا نشوف شو بده يحكي. طيب يصير عندي انا لسه. فهذا اللي بصير مع المريض. انت لما دخلت على المريض مثلا هيك فتحت. ايش ما بس هو لما صارت القصة انه انا ابتسمت معه، فهو صار عنده استعداد في حالة الاستماع هذه. عادة المريض بيعطي للنيرس 30 ثانية دقيقة، خلال هاي 30 ثانية دقيقة ايش منه؟ بدنا نجيب له تراست ويطمن. فبتعرفوا عن نفسك صح؟ مش تقول الفاندمنتال اول شيء تشتغل فيه. كلها هذه ليش الاشياء بنعملها؟ يعني لو افترضنا مثلا انه انت دخل مريض على قسم الطوارئ، فيش ولا حدا في كل القسم، ليش بدي احط البرايفسي؟ وبحاسبك عليها انا في حال عملي اذا ما حكيتش البرايفسي. فطمني. طب هو ما فيش حدا داخل على الغرفه، حتى لو ما في حدا، ليه؟ لانه هي الاشاره ترسل لمين؟ للمريض. عشان يشعر هو نفسه. ولا حد حيجي كمان. خيرا عاد سنة في تايلاند، أنا عمري ما سكرت الباب مفتاح. كنا ساكنين في كومباوند في عمارة هيك، عندهم شوية نظام مختلف. كل واحد سيديوهات عرب تبريد. أنا عمري ما سكرت، لكن اكتشفت بعدين إنه فيش حدا تاني موجود إلا بسكر ثلاث أربع فول وكذا. فهو طبعاً الموضوع كله سكيور بكاميرات وهيك، فأنا ترست بالمنظومة الموجودة. لكن اكتشف بعدين إنهم بسكروا عشانهم، عشان أنا أشعر بالأمان بس. هذه هي نفس موضوع الفايروس، انه انا اشوف.
فهو لما انت دخلت فيش ولا حدا رح يدخل على هاي الغرفه، لكن انا خليت البرادة مفتوحه المريض شو بشعر انه ممكن يجي حدا يفتح. فمعناته اذا هي اشاره كلها هذه عشان نقدر نبني ايش التراست. هذا بالنسبه للمريض. طب بالنسبه للناس اللي بيشتغلوا معي بنفس الطريقه، انتوا هلا اول ما بديتوا الفصل كل كلمة التالي بعدين شوي شوي بنفس ما نحط بعض في الاجابه بتاعته في الامتحان. يعني وصل الموضوع انا مش بحط في اجابته في الامتحان كمان انا واثق فيه تماما حتى لو غلط لا جاوب ما هو الدليل على ان هذا الجواب صح؟ ابو محمد جاوب محمد جاوب اصلا صح تمام. هلا هذه من الاشياء طبعا اللي بعد ما يصير في عندي تراست احنا بنحول هذا تراست لكوميونيكيشن وطريقه تواصل بحيث انه بعدين شوي شوي بنصير نسهل على بعض بعض الامور الخاصه في العمل او بعض الامور الخاصه في الدراسه. فمثلا ان احنا اسراء بتسوي التلخيص عدد كبير من الموجودين يثبت فيه التلخيص تاع اسراء مش اسراء احنا بالتلخيص اللي عملته اسراء. اذا صار عندي هذه فاسيليتيشن والكولابوريشن اللي صار موجود هذا تسهيل عمليه الدراسه او كذا اللي كلها صارت من النتائج هذه كلها. طبعا هون احنا حطينا سماهر بالنص فبتطلع هذه شبكه العلاقات اللي حواليها شبكه العلاقات اللي بدها تحقق بالاخر النيرسينج كير بدنا نحقق البيشنت اوت كم اللي بيشنت ويل 1 2 3 4 بده يكون تحققت خلال شبكه العلاقات. فمثلا انا لما احكي في النيرسينج امبلمنتيشن انا بدي اعطي المريض دواء فولا بد صار في عندي شبكه اشياء انعملت عشان يتحقق انه الدواء ياخذه المريض صح. في عندي معي فارماسي في عندي اكسبلينيك يعني ولا بد ان اكون اعرف احكي نفس لغه المريض عشان اشرح له اياها يعني لازم يكون عندي قدر معين من اللغه عشان هيك بده يطلع على المانيا اول شيء بده البي 2 ليفل صح عشان يقدر يحكي معك وده اكثر من احسن ناوي يطلع على المانيا بلشت على المانيا على دورتموند ان شاء الله على دورتموند والله ما صار حدا يعني الوضع مو سيء المهم مصاري يعني المهم والله هذا عنا 2000 بس تخيل انت يعني ممكن مع الكفاءه تحصل اكثر من خلص والله بس ولا بد ايش بدك تحتاج لغه عشان الشغل مو صح لغه بدك تعرف لا انت بدك تشرح للمريض بدك تشرح له يعني او تعمله زي ما بيعملوا في الخليج انا صديق في يجي انا صديق ما في يجي دواء هذا يجي بس هذا الحكي بس بالخليج ما بيصير انا كنت بفرنسا كنت في تايلاند حتى النفس اذا ما حكى لغه ما بيشتغل لغه اساسيه حتى احدى تعريفات بس شويه احدى تعريفات الدول يعني ما هي الدوله هي لغه حميه قوى عسكريه عشان انت لا يمكن تخيل انه واحد يعيش في فرنسا مثلا بيحكيش فرنسي وهون بدخل طبعا هذه في ماده كامله راح تاخذوها بسنه رابعه اللي هي ليدرشيب ليدرشيب اند مانجمنت. احنا بس بشكل عام بشكل بسيط في عندي ليدرشيب هذا له ستايل بتشتغل شو بدك يعني شو قاعد تلعب يا بخطط بشكل يعني مثلا هو هلا هذا وظيفته انه ينشئ الفريق نفسه فهذا الستايل له نمط يعني
في عندي اربع انماط اساسيه بتصير في الليدرشيب، انا وهي القائد الاوتوكراتيك ليدر بسموه. طبعا هو أو اشهر مصطلح في الاداره اسمه اسمه في البيروقراطي، سمعتوا فيها؟ بيروقراطيك او بيروقراطي مثلا. بيرو معناها مكتب، وكراتيك حكم، فبيروقراطيك يعني حكم المكتب. عشان هيك بتلاقي مثلا هو بيعتمد على الاوراق كثير، على التسلسل الاداري، انه حكم المكتب، انه حكم البوزيشن. بعديها اول من شكل هذا الموضوع في التاريخ في اليونان في روما، كان عندهم في روما طريقه معينه للحكم في مقاطعات تاعتهم. صار عليهم انقلاب واجوا الغوغاء سيطروا على الحكم فيها، فطلعت مصطلح الديموكراتيك. لو نقدر شو ستايل ديمو يعني الشعب او الغوغاء هو معناها باللاتيني، فحكم الغوغاء انه هذول اجوا سيطروا قالوا احنا يعني زينا زيكم بدنا نحكم. بعديها قلبوا الموضوع للقاده العسكريين وحولوها للاوتوكرات اللي هو حكم الذاتي او القائد او الدكتاتوري، اللي هي صار عند الديموكرات عكسها اوتوكرات. بعد فتره اكتشفوا انه الناس يعني انت دائما دكتاتوري، ما ممكن يكون واحد دكتاتوري مثلا بس في البيت ارمم يعني. صح؟ ممكن او العكس. فاصطلعت كلمة situational تتغير على حسب الموقف. وطلع بعدين آخر واحد فيهم شيء اسمه laissez-faire، وهي كلمة فرنسية معناها إنه دعه يعمل دعه يمر، يعني اترك الناس بدون ما تتدخل بالتفاصيل، أو اللي إحنا بالعربي بنسميه التغافل. شو المعاوية والسفيان؟ كيف حكمت؟ كيف حكمت الشام 20 سنة؟ معاوية رضي الله عنه حكم الشام 20 سنة أمير، 20 سنة خليفة. من كم سنة بعد؟ يعني اللي انولد لما صار سيدنا معاوية خليفة صار عمره 40 سنة بعرفش الدنيا غير معاوية، صح؟ قالوا له كيف حكمتهم؟ قال حكمتهم بالتغافل، يعني أنا شايفه خليه ماشي طريقه. وكلمته المشهورة لو أن بيني وبين الناس شعرة ما قطعتها، انشد ورخيت 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 وشددت، يعني دائما في وسطية. وسطية، هذا يسمونه الليزيسفير، دعه يعمل دعه يموت بدون ما تتدخل به حتى ما تحرجه، تمام؟ فهذول هم الأربع ستايلز اللي طلعوا فيهم اللي هم ليدرشيب ستايل. عندكم في الكتاب تقسمينهم على نوعين، في نوع اللي هو ترانسفورميشنال ليدرشيب وفي السيرفنت ليدرشيب، وإن كان مش هذا بس ليدرشيب المفروض. ترانسفورميشنال دائما بيكون في حد معين من المعلومات أنت مش عارفها لعدة أسباب على مستوى الإدارة، مستوى المؤسسة، ممكن لأن تفاصيل كثير أنت ما يعني ولا حتركز بالتفاصيل الموجودة في الشغل، ولا حتركز في تفاصيل البيشنت كير. ففي بعض القادة بيسموه ترانسفورميشن بنقل المعلومات، ترانس نقل انفورميشن معلومات. وفي نوع ثاني بيسموه السيرفنت أو الخادم، اللي هو بيكون هدفه يخدم الناس، وزي ما كانوا العرب يحكوا كبير القومي الخادم، هذه هي السيرفنت. وإن كان مش بس هذا ليدر شيبس الموجودة، لا هو هذا أكثر من هيك، لكن هذا اللي عندكم موجود. احنا خدم المعلومات زي ايش سيرفنت بيخدم الناس، فتلاقي في مثلا قائد خدوم، هو ايش مشكلته؟ قائد خدوم كويس، بس مشكلته انه ممكن يتنازل عن الاهداف، عشان يخدم الناس يتنازل عن الاهداف. فهذه كمان لان الناس عاده بتميل للراحه والدعم، فهذا الترانسفورميشن. من الاشياء اللي طلعت بعدين، شفتوا هذه الفوضى اللي احنا جايين نحكي فيها وهلا بنحكي على ألمانيا، طلعت مشكلة متعلقة في التمريض نفسه، وإن كان إحنا في الأردن مش قادرين نحس فيها لسه بنفس المستوى. ألا وهي إذا افترضنا إنه أنا أمام خيار من اثنين مثلاً، نرجع لسماهر مرة ثانية، وسألنا سؤال على إنه سماهر ما هي الأسباب اللي خلتها تدرس تمريض أصلاً، وتوصلنا مع بعض إنه من الأسباب اللي خلتها تدرس تمريض اللي هي وجود الجو، صح؟ في شغل معناته أمرنا لا الله مدرسة طب، أو الهجرة زي ما محمد يحكي مثلا immigration، أنا بدي أهج، فالطريق إلى الهج إن أنا أخذ معي شهادة تمريض أحطها في البؤجة والطالع. لكن لو افترضنا إنه وهذا الحكي اللي موجود في العالم إنه هذول التنتين مش big deal، ليش؟ لأنه أنا ممكن أدرس IT وأحقق نفس الأهداف، صح؟ يعني تخصص مثلا بالذكاء الصناعي، تخصص في شات GPT مثلا، شغل ولا مش شغل؟ فلوس ولا مش فلوس؟ وتخيلوا انه كمان انا بدي اهاجر، طب انا وين بدي اهاجر؟ ما هو انا بلدي هو اللي بيهاجروا له الناس. يعني تخيل واحد مثلا قاعد في المانيا
طبعا يعني امتحان الاولاني بدي اطلع من ولايه لولايه مثلا هذا اخر صح بتشغل السياره ضلك رايح او بتاخذ تيكت مترو او كذا او انه مثلا انت قاعد في امريكا يعني اكثر من ثلاث ارباع الشعب الامريكي ما عندهمش جوازات سفر اصلا ولما صارت انتوا صغار عليها بس لما صارت حرب العراق 2003 امريكا حطت تقريبا نص مليون جندي في العراق نص مليون جندي يعني جيش عدد كبير لما صار برنامج بالشارع بيسالوا كانوا الناس انه اين تقع العراق اي قاره كانوا شايفينها بيقولوا افريقيا اللي بيقولوا يعني هو مش مهتم اصلا شو اللي بيصير بعد هذه ودوله حطت نص مليون تخيل احنا لو اثنين جنود ماتوا مثلا في سوريا بقول لك كل العالم هون بس نحفظ وين راحوا بالضبط وين انصابوا صح بالضبط ايوه انت في الضفه احنا انت في مدن في الضفه احنا جينا ما عمره راح فلسطين راح الضفه الا اللي هم اصلا مصر بس احنا عرفناها كلها من الاخبار باب الواد حق المغارب يقول لك اياها تلفزيون هون كذا هون صارت صور وكذا فهي الموضوع هذا دخل بالموضوع الثقافي ونحن نوعا ما بس نحب من المال من ما اعرفه مش كثير الان نرجع لهذا المثال لو كانت هذه سماهر موجوده في المانيا او موجوده في امريكا ايش بده يخليها تدرس تمريض؟ حبها بس في سبب ثاني تخيل طب انا اروح ادرس علاج طبيعي او الطب حتى الطب يعني برضه كمان انه صعب قدرات بس في خيارات ثانيه اكثر هذا الحكي عموما عمل شغله في العالم كله اسمه شورتج انه اصلا عدد الناس التي ترغب بدراسه التمريض بينزل وهذا الحكي موجود في العالم كله احنا عندنا بس في العالم برا بنقصناته يعني بهني متعبين ودوام ثلاث شفتات صح؟ مو متعب وراتب عالي بالنسبه لهم هم راتب بس الراتب بالنسبه لهم عادي بالنسبه لهم عادي يعني راتب انت بالنسبه لهم فهذا الحكي عمل الشورتج طلع بناء عليه في امريكا مصطلح اسمه الماجنت وهي معنى جذب التمريض للعمل هو انت صار هلا في عندي عدد المتاح قليل ماشي عدد المتاح من التمريض في العالم اقل من حجم الاحتياج خصوصا مع زياده اول محاضره حكينا على زياده الايجي وانها صارت تعيش اكثر والضمانات والاوبئه وهيك فصار في عندي نقص في عدد التمريض اللي موجود فعشان اجذب التمريض لعندي عملوا مصطلح جديد اسمه الماجنت جزء منها الراتب يا رابع بس مش بس الراتب يعني هو بس الراتب اللي بخلي الناس تتحرك الراتب جزء مهم بس مش بس هو الليدرشيب الراحه هاي هم الشير ديسيجن احس حالي انا منتمي لهي المؤسسه هذه مؤسستي انا مرتبط فيها حد يناوب عني الليدرشيب الستايل الكواليتي والبيينج البروفيشنال ديفلوبمنت هذه كلها اختصار لمصطلح الماجنت اللي هو عمليه جذب التمريض من هالبرنامج اللي معمول مع المانيا هذا جزء من الماجنت انه انا لو افترضنا مثلا انه انا متاح لي كل دول العالم اللي انا اشتغل فيها فرض ايش بخليك تختار المانيا عن امريكا مثلا؟ اكثر من شركه باكج ما كان في اكثر ليش اروح عليه مثلا؟ ومن ضمن الاشياء اللي غيروها كمان ومن ضمن الأشياء اللي غيروها هي كيف يتم توزيع العمل التمريضي في داخل الأقسام فطار عندي توزيع العمل التمريضي في داخل الأقسام مقسوم على اسمين اسمه patient and family center care وش اسمه case management كيف تتعامل مع الحالات كيف تمسكها ففي عندي بعض الأقسام تستلم المريض كله كامل patient and family بكذا بحيث طول يتابعوه برا المستشفى وجوه المستشفى هذا المصطلح اللي جدا حرق أمر باسم كلمة coordinator وفي عندنا الكيس مانجمنت اللي هو بس يدخل على المستشفى بس الباقي وبعدين بيطلع خروج والله يعني بعد ثاني يوم الشرط استنى نفس الحاله تمام هذه كلها من البيشنت كير بارت كمان في عندي نقطه مهمه هون هذه اللي هي موضوع صناعه القرار او الديسيجن ميكينج في عندنا نقطتين هذول مهمات لازم نخلصهم هون من الاشياء اللي كمان شكلت طريقه لتشكيل الفريق وخلت الفريق نوعا ما يتشكل هي كيف يتم حل المشاكل او صناعه القرار عفوا و problem
سون، ايش الفرق بينهم؟ بس تسمع خلاص بدون مشكلة. ماشي. مش شرط تكون في مشكلة. مش شرط تكون في مشكلة. صح. أما بدك تحل مشكلة يعني بالاسم. اسمع قرار. طب شو يعني حل المشكلة؟ بالنسبة كيف يعني حل المشكلة؟ يعني عادة الوضع، يعني في مشكلة عادة الوضع إلى الوضع اللي أنا حابه. إذا في البروبلم سولفينج أنا موجود هون، هذا الوضع الحالي وهذا الديزايرد أوت كم، النقطة اللي أنا حاببها. نقل الوضع من هون لهون بروبلم سولفينج، ماشي؟ أو في مصطلحات يسموها بريدجينج ذا جاب، إني أسكر الجاب اللي موجود هون، ماشي؟ في الديسيجن ميكينج في عندي ديفرنت اوبشنز. هلا كيف بتم حل المشاكل هذه عموما؟ فريق احنا الان نحل مشكله، كيف ممكن نحل المشكله؟ انا قائد، انتم فولورز، كيف ممكن نحل المشاكل؟ مين ممكن يفكر؟ قائد. هلا ممكن القائد حاله يفكر وممكن الناس او الفريق كامل، صح؟ طب هذا لو بدنا احنا ممكن نتفق على شيء؟ نعم. لا حسب يمكن صح. ايوه هاي دائما انه يهما اسهل اتخاذ القرار. يعني انت زهقانه وبدك تطلع تشرب قهوه وتحكي بالكتاب، انا اسهل تروح انت لحالك ولا تستني 4 أيام لحالي؟ صح. بس المشكله لما تكون انت قائد كلهم هذول بدهم يتبعوك، وانت شفت انه هذا اسهل صح واحلى، يعني شكرا للتعهد. الناس نفسها كيف راح تكون رده فعلها في هذا الموضوع؟ ايش راح يقبل وايش راح يرفض؟ صح؟ صح. طب اذا كان معاه باور، يعني هي ماسك عليهم سلاح بس ايش بكونوا هم من جوا؟ هذه صعوبه انشاء الشيرد فيجن او الرؤيه المشتركه، شغله صعبه بس اذا تحققت كلنا بنكون مبسوطين وبنكون الشغل الاوت كم تاعه كثير. فهذه هي الفروقات احنا بدنا نوصلها، الشارك فيجن، مين بده يعمل ريسبونسبيلتي، مين المسؤول عن صناعه القرار، مدى استقلاليتك انت في مشاركه هذا الطلب ولا الطلب كلام بالشغل كله. ولو رفع هي بنيان ولا تفسرك الشغل، لا تفسرك يعني انا ما بدي لا تفسرك. فهذه هي الاوتونومي والاستقلاليه، وكلها بتنحكم بالاوثوريتي والاكاونتابيلتي. الاوثوريتي هو مقدار القوه اللي انا بملكه عليكم، السلطه المدير مش. فمثلا لو حكينا احنا على حاكم دكتاتوري بملك قوه على الناس، بحيث انه مثلا زي في عندنا مثلا بعض الدول بتفرض زي محدد للناس. كوريا كوريا السعوديه زي ده ما بتلبسه، حتى عندنا في دول العرب زي لما تروح تراجع دائره حكوميه لو ثلاث زي محدد مثلا. فهذا انا عندي حجم اثرته فعلا، ما استعملت انا حتى عندنا هون انا بتقدر تروح تراجع مثلا وزاره الداخليه ثلاث الشرط مثلا. لا طبعا فيها ما زال، بس الوضع هذا مختلف بزيد او بنقص. فهذه حجم الاثرته والاكاونتابيلتي. في حاله مع عدم تنفيذ الامر ايش بده يترتب عليها من ناحيه؟ كل ما كان في عندي الشير ريسبونسبيلتي اعلى والشير فيجن اعلى، كل ما كانت النتائج افضل. مثلا ممنوع تركب كامله الا بالطريقه اللي انا بدي اياها. هلا انتوا لما اخذتوا تركيب كامله كم طريقه ممكن تركب كامله؟ طريقه انا فرضت عليك طريقه واحده وايد واحده. طب مش بتكون مش مريحه لك او مش مناسبه لكل الظروف او صعبه في بعض الاحيان وهكذا. فهذه كلها بتدخل فيها بدرجه الانفولفمنت اللي انت راح تعمله مع القرار اللي انا راح اتخذه. قديش انا شاركتك في القرار؟ كل ما شاركتك انا في القرار اكثر، كل ما حسيت انه هذا القرار جزء مني انا بنتمي، انا بنتمي لهذا القرار، بناء عليها انت بتتحرك، فبالتالي بكون في عندي انا الديسيجن ميكينج. هذه كلياتها عشان نوصلها في عندي اكثر طريقه. في عندي زي ما حكينا البروبلم سولفينج، ممكن يكون في عندي كوميتي، ممكن يصير في انتخابات لليدر نفسه للتشارج. من المشاكل انا اللي كانت تواجهني كانت في عندنا احنا مشكله، كنت انا في السعوديه بداوم وعندنا عدد كبير من التمريض الاجانب، يعني من الفلبين والهند وكوريا والبرتغال والأردن خلطة. فكانت من المشاكل دائما عندهم اياها ايش بنسوي معنا احنا؟ انه كل الأردنيين بدهم اجازة نفس الوقت. لا بدهم رمضان، يعني هي هيك، كان ايش بدهم يشوفوا رمضان اخر رمضان مع العيد مع شهر بعديها. كلهم بارسين نفس الوقت. طب يا اخوان عيد الاضحى، والله عيد كمان برضه بنحتفل فيه وبنذبح خروف وكذا. والهنود كان نفس الفترة، كلهم بدهم يطلعوا إجازة بنفس الفترة.
والفلبينيات بده يطلع بنفس الفتره والكوريات بده يطلع بنفس الفتره. فايش اللي كان يصير عندي؟ انا صار عندي خلل، ما مش قادر، ما لازم يضل في ناس تداوم وناس تروح وناس كذا. وكل ما نفرض على حدا إشي يزعل مجموعه، انت بتغاوص مع هذول، انت بتحب ناس وشيء طبعا تعرف مؤامره هيك نظريه مؤامره. فمن الحلول اللي عملناها نحن عملنا انتخابات، شكلنا لجنه لتشكيل الجزات، وصارت الجزات تنحط اول السنه بناء على قرار اللجنه. فصار بالنسبه للناس هذول انه احنا مشاركين في هذا الموضوع، وكل واحد كان يعطي الحجج تاعته، يعطي البراهين، يعطي الادله تاعته. فهذه كلها من الاشياء اللي ساهمت في حل المشكله، انها الناس كانت تبدا على انه تحافظ على بقاء الدين وفي نفس الوقت تشارك كلها في القرار. فكل هذه الاستراتيجيات اللي تستخدمها، ممكن تستخدم كوميتي اللي هي بروفيشنال شيرف جفرمنت كونسل، اسم كبير بس هيك بصوا فيها من عمل كوميتي. ممكن يصير في عندي انا انتر بروفيشنال، انتر لما تشوف كلمه انتر معناته اكثر من تخصص، واذا كانت انترا تخصص واحد، فهذه انتر بروفيشنال يعني اكثر من تخصص. اذا كانت انترا بروفيشنال تكون كلهم نيرسز بس في الداخل. وهذه كلها من الاشياء طبعا اللي ولا بد ان يدخل فيها موضوع الادوكيشن. خلصنا هيك التيم. في حد عنده سؤال؟ طيب في حدا عنده سؤال؟ محمد وليد محمد منصور. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم، بجاه من بيته في طيبة حرام، واسمه قاسم من أعظم القسام.